مساء الفل يا استاذ زياد. اهلا. طب ليه المعامله الناشفه دي؟ ده انا حبيبك. عمري يا سيدي براحتك، بس هتعبك معايا شويه. خير؟ لا مؤاخذه، بس هننقل المكتب تاني، العيال العساكر هينضفوا قبل ما سليم بيجي ويطين عيشتهم. في حد بينظف بالليل كده؟ افترى بعيد عنك، بس حكم الاوعى الضعيف هنعمل ايه؟ بس معلش حقك عليا، لا مؤاخذه، بس هتلم حاجتك وتيجي معايا. سليم بيقال لي ان انا ما اتحركش من هنا. يا راجل دول خطوتين، مكتب جنبنا هنا بس عقبال ما العيال تخلص، وكده كده هو لو جه لهم ما خلصوش هيجي لنا. يلا. فين الخطوتين اللي انت قلت عليهم؟ خلاص يا سيدي وصلنا اهو. اتفضل اتفضل يا استاذ زياد، اتفضل افتح الفاعل. اتفضل يا استاذ زياد هجيب لك شاي دلوقتي. انا مش عايز يوشكوا بحاجه. مسا مسا ابو خليل. انت مين يا عم انت؟ عرسك. عرسك؟ ودخلت هنا ازاي؟ تحت الباب؟ عرسه يدخل من اي مكان. عايز ايه؟ مرسال من طرف المعلم حسن الطبع. ما تخافش. عايز ايه مني حسن الطبع؟ مش كفايه اللي انتوا عملتوه فيا؟ عارف الازازه دي فيها ايه؟ مية نار. فهمت ولا نقول كمان؟ هو في ايه بالظبط؟ مفيش حاجة. انت قلقان ليه؟ انا هجيب لك شاي. انتوا عايزين مني ايه؟ كل خير. اقعد اقعد. بترتاح؟ خايف ليه؟ مش خايف. عايزينك تعال ابو خليل وتعرف انك لو في بطن امك هنجيبك. والمعلم بيقول لك ايه بقى؟ انت كده كده هتخش السجن، فخليك راجل ابو خليل وشيل شيلتك. واياك اياك ابو خليل تجيب سيرته او سيره حد من صبيانه، بدل ما حد من السجن يقل عقله ويضربك بمطوه زي دي او يرشك بشويه ميه نار زي دول، ولا بعيد الشر يرش واحدة من بناتك بشوية زيهم. ودول ولايا أبو خليل، ولايا. هتعمل إيه بقى الواحدة في يوم لو وشها باظ؟ اللي بالكلمتين دول في دماغك أبو خليل قبل ما تتعرض على النيابة بكرة. عرس خلص. يا رفاعي، في العساكر؟ جوه بياكلوا لقمه. سعادتك، سعادتك شايف الجو؟ جو ايه وزفتي واحنا في حضانه؟ يا باشا العيال ما كلوش حاجه من الصبح. ان شاء الله مع انهم طفحوا. حالا يا باشا كل واحد يرجع مكانه. خلصانه في منت. لما نشوف. الو. ايوه زناتي. الضابط رجع. طيب خلي عينك عليه، ولو حصل حاجه كلمني. سلام. ها يا استاذ زياد، مش قلت لك يمكن مش هو؟ بقول لك انا مصوره بالموبايل بتاعي. لولا بس ان الموبايل فاصل كنت فرجتك على الفيديو. ولنفرض ان هو يا اخي، دي حادثه قضاء وقدر يعني. وبعدين ده شاب زيك يرضيك مستقبله يضيع؟ ما علينا منه يا سيدي. أبوه ده مهما كان جارك برضه وخيره عليك. بقول لك الكلام ده ما بياكلش معايا، ما تضيعش وقتك. رجعني مطرح ما كنت، أنا مش هغير كلامي. طب إيه رأيك أجيب لك من أبوه 50,000 جنيه؟ ما يلزمونيش. 100,000 كويس؟ زياد أنت شاب في بداية حياتك، مبلغ زي ده يعمل معاك مصلحة حلوة. وفعلاً 100,000 تستاهل إن أبيع البنت الغلبانة. بس ده تفكير اللي زيك.
يا ابني كان اهل البيت نفسهم اتراضوا مع الراجل، ما فاضلش غيرك يا زياد. هم حرين، انا مش غير كلامي. يا ابني انا امال الحياه ابقى من الميت، خد المبلغ واعمل لك مصلحه حلوه. وده مش حقهم لوحدهم. ابن لطفي لو ما تحسبش كل يوم هيدوس على بنت جديده. اعتبرها بنتك. ما يخصكش. ده برضه رد الناس الرخيصه اللي زيك. لا ده انت ابن كلب قال لي ادب وعايز تتربى. انت مش هتعرف تعمل معايا حاجه. لا يرحمك اعرف اعمل. انا عايز اعرف الواد راح فين. ما يمكن زهق وروح يا باشا. انت هتستهبل؟ ما طبعا ما انتوا ليه النهارده مين تحت البطاطين متدفنين. وانا ذنب ايه بس يعني؟ يعني ايه ذنبك ايه؟ انت مش عامل لي فيها الصدر حنين ولا مبلع ساكر حواليك؟ انت تعرف بيت الواد ده فين مش كده؟ انا يا باشا عارف. تروح دلوقتي تجيبه من حضن امه مفهوم؟ حاضر يا باشا. يلا غور من وشي. فين يا عم انت؟ الظابط رجع وقالب الدنيا. ما خلاص يا قلت لك ما تبقاش خفيف امال. يلا ربع ساعة وتعالى بسرعة. يا عم زياد لسه دماغك ناشفة؟ ما تفرهدش نفسك وتفرهدني معاك. ما هو انت كده كده مش هتخرج من هنا غير لما تعمل اللي انا عايزه. فريح نفسك. ابويا الله يرحمه قال لي عيش راجل. لما قابل اللي زيك. الواد مات يا زناد. وبعدين يا زناتي هنعمل ايه؟ ايه ده كده يا رفاعي؟ ما حصلش حاجه. عمره كده يا اخي؟ عمره دي كنايه يا زناتي. واحنا مالنا؟ هو انا اللي قتلته؟ نعم يا اخويا. بقول لك يا حمار فهمني كويس، هو كان حد شافنا مع الواد من اصله؟ احنا في السليم. في السليم ازاي بس؟ حتى لو ما حدش شافنا لما جتته تبان هيدوروا على اللي قتله. ساعتها نعمل ايه؟ ساعتها يبقى الظابط هو اللي قتله. الظابط؟ ايوه الظابط سليم بيه الانصاري. اسمعني كويس وفهمني يا حمار،
اللي هقولك عليه تنفذه بالحرف الواحد. انت فاهم؟ ما تتنحش كده، انت فاهم؟ الواد مش في البيت يا باشا، وامه ما تعرفش هو فين. استغفر الله العظيم يا رب. اكيد طبعا، اكيد عارف ان انت عمرك ما تجيلي بخبر حلو، اكيد. بس انا اكدت عليها سعادتك، اول ما تشوفه تبلغه ويجي لسعادتك. امشي امشي رفاعي، ما تخليش عسكري يصحيني غير لو في مصيبه. امشي يا باشا، بدل البهدلة روح سعادتك رايح في البيت. امشي رفاعي، امشي وسيبني. يلا. حاضر يا باشا. يعني انت متأكد يا حضرة الأمين؟ انت مش سامعني بودانك يا جحش؟ انت مش مصدقني؟ خش اسأله. اسأله ازاي بس؟ انت عايزه طين عيشتي؟ عليا النعمة، انت عيل كبانش، حد يلاقي راحة وما يرتاحش. أنا بس خايف يغير رأيه. يغير رأيه ازاي وهو نايم يا قطرة بنش؟ يعني أنت متأكد إن قال لك خليه يروح الاستراحة؟ بقول لك إيه، ما تخنقنيش، أنا بلغتك وخلاص، مش عايز بلاش. لا لا لا، كتر خير حضرتك، خلاص أنا هروح أريح في الاستراحة وأجي قبل ما يصحى، مش كده؟ هو كده، عليك نور. تمام. خلصانة بإدارة. ما تقومي تنامي يا سلمى. مش عارف انام يا ماما، انت عارفه ان صوت المطر بيوترني، وبعدين قلبي واكلني قوي على سليم. ليه يا بنتي؟ ماله؟ ملوش يا حبيبتي، هو حتى لسه مكلمني ومطمني عليه، ما تقلقيش. بس انا يعني اللي حاسه اني قلقانه. قومي صلي لك ركعتين قبل الفجر وادعي له ربنا يصلح حالك يا ابني يا حبيبي. يا رب يا ماما. اللي هو سليم بيعوز ليه المفتاح حضرة الأمين؟ وأنا مش عرفني أنت كمان، أنا هحقق معاه، هخلص. هتجيبه أوديهوله ولا توديهوله أنت؟ هو سعادتك رايح له؟ أيوه يا سيدي، هو يبطل طلبات. لا خلاص، خده سعادتك، أنا مش ناقص يمسك عليا غلطة لا كده ولا كده، حضرتك عارف هو ما بيرحمش. ها؟ مش عارف هفضل أشيل عنكم لحد إمتى؟ بقول لك إيه؟ روح هاتوا الدواء اللي طالبه، مش ناقصين مشاكل. على رأيك، بس اللي هو الدواء اسمه حضرة الأمين. هات له أي حاجة للبرد. بس تكون كويسة، بسأل الصيدلي. حاضر، مع ان الجو بره زي الزفت. يلا روح انت وخد بالك لما تكشف. ما تقلقش بس انجز. تيسون قوم دلوقتي. انت ايه اللي جايبك؟ انت مش المفروض راعه؟ عايزك في مصلحه. مصلحه دي اللي انت عايزني فيها وانا مجمعنا يا عم؟ هتطلع ازاي؟ ده موضوع انا بقى وانا هخلصه، مالكش فيه. المهم انت مش عايز حقك من الظابط؟ هموت يا زلاتي. وانا لقيت لك صرفه وهجيب لك حقك بالظبط، وهتطلع من هنا كمان بس تسمع كلامي. امين يابا. لا لازم اشوفك حالا، مش هينفع. طيب ماشي. لا لما اجي احكي لك، مش هينفع دلوقتي. طب يلا مسافه السكه وكون عندك.
انت ايه؟ مفيش في قلب امك رحمه؟ لا يا روح امك، خلي الرحمه تنفعك لما تشرف وتوره تلبس الاساور. انا رايح للحاج لطفي. سيبني مع بيتة الواد لوحدي. اسيبك ازاي؟ انت اللي هتخرجني من مكان ما جيت، وتقفل الباب ورايا كمان. يلا يلا. ابوك اسود مات. مات ازاي؟ جرى يا حاجه قضاء الله ونفذ. وفي حد بيموت ناقص عمر؟ يا بني ادم انت، انا جايبك تشيلني من مصيبه تقوم تحطني في مصيبه اكبر. لا انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. ايه ده كده يا حاج؟ ما تقولش كلام تندم عليه بعدين. ايه يا واد قله الادب اللي انت فيها دي؟ ما تفوق لنفسك. حاضر يا سياده النايب، انتوا سيادنا وعلى راسنا. ايوه كده تعادل. انا كل اللي قصدي عليه ان ما ينفعش ان انا ورط نفسي في مصيبه زي دي عشان خاطر الحاج وابنه وفي الاخر يبيعني ولا ايه؟ انا كنت قلت لك اقتله يا جحش انت. وانا كان قصدي يا حاج، انا حاولت معاه بالحسنى ما نفعش، قرصت عليه شويه ما استحملش. قضاء الله ونافذ، نصيبه كده. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وايه العمل دلوقتي يا حاج؟ ماليش دعوه. انا قلت لكم ان انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. هو اللي موت ويبقى هو اللي يتصرف. ما تهدى كده يا حاج، مش يمكن يكون الموضوع ده في مصلحتك؟ مصلحتي ازاي يعني؟ دي جنايه يا ابن ادم. اقول لك انا ازاي؟ دلوقتي بيت الله يرحمها والواد كمان شرحه. مين يعرف الموضوع غير الظابط؟ مفيش. والظابط كل اللي عنده كلام. مفيش حاجه تثبت على تامر بيت تهمه غير الفيديو اللي على تليفون الواد، والتليفون معايا، وانا خفيته بمعرفتي. لحسن لا قدر الله يقع في ايد حد كده ولا كده، ولا عيل شمال يحاول يبتزك ويفتشك في قرشين يا حاج، انا ما يرضينيش. انت بتهددني يا ابن الكلب انت؟ اهدى اهدى يا حاج. زناتي برضه عنده حق. فهمه يا متر والنبي قول له. اطلع برا. اطلع برا يا بنت. لا إما وعزة كلام الله هضربك بالنار. اهدى يا حاج اهدى، ما يصحش كده. وطي صوتك، ممكن تقعد؟ اقعد. وبعدين زناتي مهما كان ده ابننا، وهو ما يقصدش حتى لو غلط برضه. وبعدين ده واحد من رجالتنا، واحنا رجالتنا مش ممكن نتخلى عنهم ابدا. قول لي يا زناتي، تاخد كام وتجيب التليفون بتاع الواد اللي معاك؟ ده لا مؤاخذة حمد بيه، التليفون هيفضل معايا. وبعدين انتوا خايفين من ايه؟ ما احنا في مركب واحدة. يعني الفيديو ده لو ظهر انا اول واحد اروح في 60 داهية، وقبليكوا كمان. ولما انت عارف كده عايز تخفيه معاك ليه؟ معلش يا متر، الشيطان شاطر. انا كده بالنسبة لي امان اكتر. وماله يا زناتي؟ الحكاية ببيتها. بس بقى ادام نوينا نلبسها للظابط، يبقى لازم نقعد مع بعض ونرتب اوراقنا. لان برضه ما تنساش ان ده ظابط، والداخلية مش هتتخلى عن راجلها. ما تقلقش يا مترو، حط في بطنك بطيخة صيفي. أنا مرتب نفسي كويس، والتهمة لابسة لابسة، ومحدش هيقدر يحميه. ماشي، فهمني بقى أنت عملت إيه بالظبط. أقولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا رب احنا غلابة مناش غيرك. الغلابة منهم مش غيرك يا ست ولي. يا رب انا ست عاجزة مفيش فيها حاجة. هو الراجل اللي انا مسدودة عليه والبنات. لأن حبيبك النبي يا رب اقف جنبه. يا رب خليك في دارنا يا رب. انا مني شايلك. النبي لاجل حبيبك النبي. ما تسيبنا. اجرني يا رب.
كده كله تمام، مش فاضل غير حاجتين اتنين. ايه هما يا متر؟ الضابط جه هنا والعسكري اللي كان سايق البوكس هيشهد بكده، يبقى احنا لازم يكون عندنا تفسير منطقي غير الكلام اللي هيقوله. طب ودي هتحل ازاي يعني؟ الحل عندي. ايه هو؟ ما تقول بقى يا ناشط، حرام عليك، النهار طلع علينا. ركزوا معايا، واللي هقوله هو اللي لازم يتعمل، ما عندناش وقت نضيعه. اتفضل. لا احمد، لا لسه صاحي، الجماعه لسه نازلين. خير؟ بدال اكون عايز تسالني اتفقنا على ايه؟ ايه؟ وانا مالي انا ومال الموضوع ده؟ حاجه جوه دايرتك، ما تتصرف انت يا اخي. ايوه انا علاقتي بالنايم العاب كويسه، بس يعني ظابط عذب عيل في اسم مش في دايرتي، هكلمه انا ليه في الموضوع ده؟ يوه حماد بقى على زنك. اسمه ايه الظابط؟ ايه؟ سليم الانصاري؟ مش ده اللي كان في الصف؟ لا لا ما اعرفوش شخصيا يعني، بس سمعت عنه. ماشي ماشي، سيب لنا الموضوع ده، انا هتصرف. حاضر هكلمه وارجع اكلمك، استنى مني تليفون. صباح الخير معالي النايب، اسف لو كنت بكلم حضرتك بدري. الحقيقه في مشكله كبيره شويه، قلت اكلم حضرتك نحاول نلمها قبل ما تكبر وما نعرفش نتصرف.